أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يعطي فدية إطعام شهر كامل لمسكين واحد؟ نعم يجوز، وهذه ليست مثل كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين اشترط فيها إطعام 10 مساكين، فالراجح أنه لابد أن يطعم 10، ولو أطعم مسكينا واحدا يدير عليه الإطعام كل يوم ما يجزئ هذا في كفارة اليمين. أما في فدية الصوم فلا، لأن المطلوب فدية طعام مسكين، كل يوم يطعم مسكينا، فإذا أطعم 30 مسكينا عن 30 يوما صح، وإذا أطعم مسكينا 30 يوما، مسكين واحد يدعوه كل يوم ويطعمه، يجزئه هذا. نعم.